نحن تو مازلنا بالضبط 6 كيلومتر نخلطوا للشركة نعبيوا السلعة متاعنا من بعد نقصدوا ربي ديريكسيون برلين عنا في كوفلاند دي شارجمون. ما شاء الله ربي عاطي خيره من 30 درجة ومن الشمس الزرقاء تفرج كيش تقلب الطقس. ولهنا في ألمانيا كي تصب المطر الناس كل تمشي بوحدة واحدة الناس كل تمشي في هذا اللي قدامي يمشي في 46 تصب المطر الناس كل تمشي بشوي. ملي كان نهار ولا ليل الطقس. والله هذه مطرة تاع فيضانات لطف. يمشي عاد باش تيقف لي فوسط الكياس عاد. اوه حول ولا قوة الا بالله. رحنا ندورو على اليسار. هنا ندورو على اليسار. اليوم خميس ازرا تسلا هذوما خارجين من برلين هذوما هاكو ترى معبي في الاف التسلات هذوكم خارجين من المعمل تاع برلين واحنا ديجا اليوم خميس نعبيو لهنا نتاوي كيا بحذا مدينه كاسل ونطلعوا زاده ديريكسيون برلين. هنا فما دي هاشيل فينينغ مقابلتني الشركه القدام الشركة نورمالمون على اليسار. ما شاء الله شركة عملاق لكن منين يدخلوا الكمين؟ الكمين نورمالمون يدخلوا من هنا. فوالا فما باركينغ ديجا هو نقف لهنا ونمشي نعمل لون ريجستربون تاعي ولا نمشي ونسجلو ومن بعد نرجع لكم. ولا مشيت عملت لون ريجستربون تاعي قالوا لي راهو معناه باش تبطا. قلت لهم احسن حل كوني نخلي الكاميون تاعي على الكي ونعمل الكوبير راني ما عادش عندي برشا وقت قعد لي كان ساعه وانا مازال عندي وقت لكن معناه استغليت الفرصه قلت احسن حاجه نخلي الكاميون على الكي نجي لهنا نعمل الكوبير تاعي ومن بعديك هما يعبيو في راحتهم خاطر راني حسب ما قريت في لافي كون ساعات العبيه تقعد زوز ثلاثه اربع سوايع الوغ باش نقعد نضيع في الوقت خساره. الدنيا تجارب وتعلمت وشفتوا في الفيديو الاخراني شنو صار الوغ نمشي نقص الرومورك على الكي كي عدد 41 نخلي لهم الرومورك ونجي لهنا نعمل كوبيور نتاعي ولهنا ديجا فما دوش فما كل شيء نمشي نعمل دوش ونقعد هنا مرتاح خير من نقعد نستنى على اعصابي. فوالا ندخلوا مع بعضنا نمشي هنا لازمنا ندخلوا وحده وحده ممنوع هو التصوير ولكن انا حاط الكاميرا في بلاصه نورمال ما يجيبولهاش خبره وهنا لازمك تمشي 10 كيلومتر في الساعه لازمكش تفوت على خاطر فما رادار انا عادي تجي نجيك خطيه.
تمشي 20 كيلومتر في الساعه لهنا في وسط الشركه 20 كيلومتر مش 10 كيلومتر، وفما رادار لازمك تمشي واحده واحده. وهنا باش نحطوا الكاميون نتاعنا في الكي عدد 41. احسن طريقه واحسن حاجه عملتها كوني نحط الكاميون نتاعي على الكي وبعد كده نمشي نعمل كوبير نتاعي وجوي به، لا غير وجيعة راس لا عصب لا حتى شيء. هاك وشعل لي بالاحمر وعملت 21، توا قعدت 18 17. لازمك تفوت 20 كيلومتر في الساعه على نفس الشركه، هذا القانون الداخلي. وسينون جيك خطيه، معناها عادي الشركه تخطيك خطيه قيمتها 200 يورو، هذا نحكيه في القانون الداخلي. نمشيو نحلو البيق تاع الرموركة، بسم الله. من بعد نحطو الكاميون نتاعنا على الكي، بسم الله. هلا حطينا الرمورك نتاعنا، نتأكدوا من كل شيء مريقل، كل شيء مريقل. نجي نحط هذه اللي جا فيها الكابل، كنا نشوفوا هذه سنسور فيها لهنا سنسور، كي تحطها انت لهنا تشعل بالاحمر، ولا يقراها السنسور هكا قراها يشعل بالاحمر. ونجبدوا الفرامه نتاعنا البوطون الحمراء نجبدوا، ولا تو نجي نقصوا الرموركه، ولا نجيو هذه نعملوا لها هكا، هكا تحلت نهبطوا الساقين نتاعنا، نجبدوا هذه لهنا. انا ديما نشحمها على ما تلقاهاش يابسه، تاعها ساهله الهبوط نتاعها، خاطر مواظب على التشحيم نتاعها ديما. فوالا وتو نقيمو السسبونسيون الفوق، باش من بعد الدخول نتاع الرمورك تلقاه ساهل. نجيو لهنا ننزع البطاطا الخضراء ونقيمو الفوق، فوالا هكاك من بعد الدخول نتاع الرمورك يولي ساهل. وباش كي تتعبى الرمورك ما تتقلبش، لطفي يا ربي، كان تلقاها معبيه ولا حاجه ديما الساقين تلقاهم مهزوزين الفوق اكثر، تلقاها انكلينيه الفوق اكثر حمايه. نجيو نحيو الكوابل، الاصفر هو نتاع الفراء، الاحمر اللي عدي اللي هو الكمبريسور، هذا كابل لابيس، كابل الاضواء، وكابل اضواء المارشاريير واضواء الضبيب. باه توي كايا نحينا الكوابل نتاعنا، الفرامه مشبوط. وبعد ما قمنا الرموركه الفوق الساقين ما عادش باش يخلطو، باش نزيدو نحطو الساقين نتاعنا. نجيو لهنا نكملو نهبطو البقية نتاع الساقين، فوالا، ونخبيو المانيفيل نتاع الساقين نخبيوه. وتو نجيو لهنا ننزلو على البوطون الخضرا، كي ننزلو على البوطون الخضرا الكاميون يتستوي، كينا نشوفو الكاميون يتستوي. وهاك هذيك الديستونس نخليها باش من بعد كي ندخل ندخل بالسهل، وحماية ليا انا. ساعات يجيك شوفير يقص لك الرمورك واطية اللوطة، تجي تدخل ما تنجمش تدخل، ولا ترسيلك تسطع. ديما كي تهز الرمورك الفوق خير، في كل شيء خير. شو معناه في كل شيء؟ معناه خير
باش الشوفير اللي من بعدك يجي يهز الرموركه ما يتقلقش. وخير زاده باش تلقاها السلعه معبيه وهي الرموركه مقصوصه، ماك تعرف تقلل الكل باش يجي من قدام. ان شاء الله اللي يقدر ما تصيرش معناها اكسيدون ولا حكايه. فوالا وتو نخرجوا كيف كي زاده في الخروج نمشي وحده وحده 20 كيلومتر في الساعه. بعد في الليل نرجع نهز الرموركه نتاعي، وقالوا لي الاوراق باش تقام في البيرو نتاع السيكوريتي، البيرو هذا اللي باش نبنى عليه. هنا فما باركينج، باركينج يعمل الكيف، وانا الكاميرا نتاعي باش نخليه لهنا. جورني ترميني بالنسبة لي أنا، كنا شفتوا قصيت لهم الرمورك، حطيت الكاميون هنا، باركينج مزيان يعمل كيف، فما دوش فما كل شيء، تو كان بقى لي كان نعمل جورني ترميني في التاشيغراف، فوالا، أوكي، وتو بقى لي كان نمشي نعمل لها دوش، نرقد لها، تو كان 11:30، نقوم لها 9 متاع الليل، نخدم الكاميون. ونقصد ربي ديريكسيون برلين، ومن بعد نفرغ غدوه في برلين، غدوه جمعه كمل نفرغ في برلين، ومن بعد نروح للدار نعدي الويكاند في الدار. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، شفتوا حاله الطقس وشفتوا المطر اليوم، ان شاء الله عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا عملتوا معايا جوله ممتعه. نتقابلوا في فيديو واحد اخر، والسلام عليكم.